نعلم أن النشيد الوطني الجزائري قسما بالنازلات الماحقات حقوق البث نتاعو في باريس في فرنسا، حقوق البث نتاعو في فرنسا. نعم، خير أن النشيد الوطني الذي كتبه الشاعر الجزائري ولحنه الملحن المصري حقوق الملكية تعود لفرنسا. نعم، وليس الجزائر، تعود لفرنسا. نعم، احنا معناتها كي نديروا النشيد الوطني لازم تدوا الاذن من فرنسا، قالوا واش راكم تخمنا نديروا النشيد الوطني يا يرحم باباكم، خلونا نديروا النشيد الوطني يا يرحم باباكم. نعم، اذا حان الوقت لنشتري حقوق نشيدنا الوطني. اذا كان النشيد الوطني رمز الدولة مش ملكنا تاع فرنسا، كيفاش تحوس تهضرين تاع الطوماطيش والعدس والبطاط؟ النشيد الوطني مش تاع الجزائر، لازم ندو تصريح يا ماكرون جماعة خلونا نديرو نشيد وطني. كل ما نديرو نشيد وطني يخلصو فرنسا. نعم، واللي يدير نشيد وطني وما يخلصش فرنسا ينحوه والله، يتبعوه قضائيا، ممنوع هذا النشيد، حقوق ملكية فرنسية. هذه حقيقة للأسف شديد، حقيقة للأسف شديد. كي صوت عليا لا هو بوسبوع الزرق راه حرر راسو، لا احنا مو حررنا تاخذينا للاستقلال، ها هو النشيد بقى ما حررناش، لا ولكن لا بغينا نحرروه راه في البلاصه، ايه احنا بوسبوع الزرق راه في البلاصه نجيبوا النشيد ديالنا، انت ما حررتيش النشيد وكتقول انا حررت راسي كي درتي له ومني تزي لها محمد النشيد لا درتي عندك في البلاد كتخلص فرنسا فينا واغادي. ايوا سيداتي وسادتي، جينا باش نقولوا شكرا لعبد المجيد الا راه خدام تبارك الله على نفس المبدا اللي غادن عليه، ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. عبد المجيد حتى هو خدام على هذا النطاق، ابشت الامم المتحده، وخا للاسف داك الخطاب اللي داروا امام كراسي فارغه كيف ما تشوفوا في هذه الصوره كان كيخطب على وزير الخارجيه ديالو عطاف، وكانوا تما شي سيكيريتي وشي لعيبات جالسين، مع العلم ان قبل منه داز جو بايدن وكانت لقاء عامرة كيف ما كتشوفوا دابا كل شيء حاضر، مع خلاو سيهم عبد المجيد هو الاخر مع بغى يطلع قالوا له يلا هضرت تو الكراسة. للأسف ما سمعوش هذا الخيطانوس اللي خرج به، راه زعما اش نقول لك، هذا السيد هذا راه الخيال العلمي، وهاد الفلاسفة اللي مدور راسو بهم وكيجيبوا له هاد الأرقام راه غاد نبيه الهوية، راه الخيال العلمي. ها نسمع شنو قال. وعلى ذكر المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. إن شاء الله. دابا بوسبع الزرق مسكين ما فاهم والو، ما عارف اش وقع في العالم. الله أكبر، الجزائر 1,300,000,000 والله أكبر، واش عارف هذا شنو كيقول؟ واش عارف التبهديلة اللي حطكم فيها هذا ولا عاك تهضر؟ وبوسبع الزرق ورانا من الصباح وأنا كنفكر كيفاش غندير نفهمك كيفاش غندخل لك هاد الأرقام لراسك. عارفكم عشرة في عقل وصعيب باش تفهموا، صعيب باش ندخلوا لكم هاد الارقام لراسكم، رانا من الصباح وانا كنفكر كيفاش الطريقه اللي غنوصلها لكم. دابا شوف جلسوا بشويه معايا بوسبع الزرق باش نفهموك. اكبر دوله في العالم كدير تحليه مياه البحر هي السعوديه. هاد السعوديه شحال كدير؟ كدير 1,600,000,000 متر مكعب من تحليات مياه ديال البحر. دابا انت فرحتي قلتي واه يا السعوديه كدير 1,600,000,000، حنا نديرو 1,300,000,000 زيدي. لا بوسبع الزرق بلاتي، راه هادشي كديرو في العام، العام كامل وهي كدير تحليات مياه البحر وهي الاولى على مستوى العالم، يلاه كدير 1,600,000,000 هذا في العام. هذا شنو قال؟ 1,300,000,000 في النهار، واش هذا باغي يجفف على البحر الابيض المتوسط ولا شنو؟ راي ليس ليه، واش كتعرف هذا الرقم؟ الناس كديروا في عام وهي الاولى على مستوى العالم، انت باغي ديروا في نهار؟ واش عارف العالم شحال فيه من محطه ديال تحليه مياه البحر؟ 16,000 في 177 دوله، 16,000 محطه لتحليه مياه البحر، هاد 16,000 شحال كيديروا في النهار؟ 95,000,000. 16,000 محطه يلاه كيديروا 95,000,000. عبد المجيد باغي يدير 1,300,000,000. شخصك من المحطه؟ رانا قلت لك واخا يبغي يجفف البحر الابيض المتوسط راه ما يوصلش لهذا الرقم، راه الخيال العلمي يا صاحبي. راك كانت القاعه عامره كلشي كهبل بالضحك، راه واخا تشري السكر وسنيده اللي في العالم كامل وتبقى تزيدهم في البحر ما غاديش يحل لي الرقم كامل، راه الخيال العلمي. واش عارف شنو هو 1,300,000,000 في النار؟ مسخوط هو اللي نكون قالها في العام كانت تجي معاه. واسيدي السعوديه كضرب 1,600,000,000 حنا نضربوا 1,300,000,000 قريبه نتجاوزوا اسيدي السعوديه، شنو بغات تكون السعوديه؟ ولكن انت باغي ديرها في نهار؟
واش طايح لودنك اليسريه ولا يا لا غباء كي داير يا لا حماق يا لا شعارات وصلتو لهم 16000 محطه في العالم كامل يلاه كيضربوا 95 انت شحال من محطه وانت اللي مشينا قلبنا علقوا عندك 3 ولا 4 المحطات ويلاه علقوك باغي دير شي 3 اخرين اذا فوقاش غتوصل لهاد 16000 اللي كدير 95 مليون راه قلت لكم راه خصنا نشكروا هاد السيد هذا سيدي كيبين للعالم مع من حشرنا الله في الجوار الناس راه حمار ومسخوط والدين ديجا قالها في الجزائر وخرجوا الخبراء وقالوا له واش كتقول ابا الحمد لله قال شي عبيناتنا ما سمعنا حد هادشي راه الخيال العلمي وبينوا بان مستحيل يوصلوا لهذا الرقم هذا ومع ذلك مشات الامم المتحده وكيكررها الغباء بعينه كل بدل عادك يوميا بكل عام كنجي دوز ولكن انت باغي تضرب هادشي اللي كيديروه الناس في عام باغي تضربوا حتى في نهار واش شنو الله يرحمكم الوالدين زيدوا بينوا اي زيد اخويا بين للعالم مع حشرنا الله فاش مالك سير لي ولعب سير حيد من هنا حتى سير لي بعد من هنا قرأ في اللي يجي ما قاش هذاك با رانا حاسين غير مع الماء وهالماء هالماء هالماء الماء سيدي ربي جايبو معانا سيدي العقبي وهالماء راه خلانا غارقين بلا ماء وراه الماء الماء راه مقطوع جي حمر ومقطوع وروز ومقطوع وروز ومقطوع حمر مصدي ومقطوع الماء انا متوحشينك يا الماء اين انت يا ايها الماء الحياه بدون ماء ما هي حياه انت يا ايها الماء جميل بنطروان واه وهالماء وهانما وهانا ورانا في هانا يا هانما يا هانما أين أنت يا أيها الماء أنا ريا اللي خلى أبو خروبة واللي خلى أبو تفليقة يكملوا لهم هذا المصوت ديال عبد المجيد أراج الزورة عالف تيخليهم بالعقل مع وعدهم مع شوية مشاع يطيروا لهم ده قلبوا على الماء فين هو الماء ها هو أودي عصبرة ويديركم مليار و 300 مليون أبا تاش بقى تدوش ريحتك باش بقاش مطوطه ايوا عاد تولي دير هاه تبغي توضى تلقى الماء تبغي تكوب على زمرك تلقى الماء يا وفينا هو الماء ها هو جا الماء الله جاي يفر بالكم عبد المجيد والله تعال على ابوكم داك شويه العقل اللي باقي غيكملوا لكم وملي شفت المعاناه ديال الشعب الجزائري عاد فهمت علاش هو عاطي هذا الرقم الخيالي لانه واحد الاشكال دابا كبير تجاوز الطوابير تجاوز الازمات تجاوز كلش وهو الماء ما كاينش الماء رانا سبق لي وقلت بان ناس وجدوا راسهم راه الريحه قريبه توصل راه هاد الناس مابقاوش كيدوشوا ما بقاو يلقاو حتى شي حاجه حتى باش يكبوا على زمرهم ما كاينش الماء مفقود في الجزائر معاناه كبيره ديال الماء وسبقنا عرضنا واحد الجزائري اللي قال لهم انا شهرين ما حطيتش الماء على داري ايوا حبيبي وكيولات هاد الريحه عاد وكي كدير تصلي وكي كدير فراه المعاناه مستمره ديال الماء وهادشي علاش عبد المجيد خرج عاوتاني عارف الشعب شنو باغي باغي شعارات عطيه مليار و300 مليون وموالبوهاش بغات تكون كاع يا ودي راه ما يمكنش اش ممكن قالها ما يمكنش حنا مالنا نديروها بصح حنا راه عاطين للشعب ما يستهلك وصافي قولوا وسيدي مليار و300 مليون اش بغاه اعطيه الودنين نشوفوا واحد الجانب من المعاناه ديال الشعب الجزائري حول انقطاع الماء 15 يوم ما شربناش حتى البارح بطلقنا 35 دقيقه 35 دقيقه اللي عمرك اللي ما عمرش راه ما عندناش الماء رانا عينا نجرو عينا نجرو عينا نجرو ما كاين حتى نتيجه اللي راهم كاتلين اللي راهم يشربوا من تاع الصنده ديريكت انتفض سكان دور عنترة بحي ولاد بالقاسم ببلدية عين السلطان ضد ما أسموه بسرقة المياه الصالحة للشرب من قناة الدفع الرئيسية من طرف فلاحين لسقي الأشجار حسبهم مطالبين بتدخل السلطات التيو الرئيسي اللي طلع للشاطورة هو مخروب داينو يسخو به السجرة وحنا يرانا قاعدين بلا ما الشاطورة لم يسقو به جوارين واحد أخرين يسقو به السجرة حد مازال بالبرويطة وبالزيريكا وكان اللي راهم مدايين بطريقه غير شرعيه ويسخوا بها الاشجار تاعهم الانبوب الرئيسي ممنوع منعا باتا يلحقوا ليه يروح الماء للخزان من الخزان يدير روتور ويقسم على السكان وعندنا في السولديات فيهم كاع الماء وحده برك تكفي كاع هذا الدواوير ولكن الماء مسروق لتحت وفي انتظار تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع يبقى المواطن بدوار عناترة يعيش ازمه عطش خانقه رغم وجود المياه
وبشركم خيرا لأي واحد ما عندوش الماء وأي واحد ريحته مطوطة في جمهورية أم حسن، وبشركم خيرا. غير صبروا وساندوا عبد المجيد في الولاية الثانية ديالو، راه غادي يولي يدير لكم مليار و300 مليون في النهار، راه الماء نتوما تبقاو تفرقوا على الدول الإفريقية. صبروا شوية وساندوه في الولاية الثانية وما يكون على الخير. لا كونوا هانيين زعما من هاد الناحية، كونوا هانيين، ريحتكم ما عادش تبقاش مطوطة. لا راه خدام زعما، راه ما عندي ما نسالو، راه مليار و300 مليون راه كيجمعها عالفهم. أي حنا عارفين العالم كيدير على 95، ولكن الجزائر قارة صاحبي، هو كبير ولا الجزائر قارة وفيها الفار. المهم راه هذاك الشيء خدام، عبد المجيد راه خدام وعلى نفس المبدا ديالنا، اللي يعلم العالم وما عمر حشرنا الله في الجوار. خساره كنا سبقوا خاويين، كنا باغين هذه المعلومه يسمعها كلش. اكو شبحهم عبد المجيد على ضحك. الله الا قالك مليار مالك اخويا. لا صافي سالينا الحلقه، الله يجعل شي بركه. لا ودي عسير معاك يا نوصل الميساج ديالي. لا ودي سالينا، الله يجعل بركه. يلا قول قول اش يا رب العالمين. حققت الهدف تاعي، حققت الطموح، حققت المبتغى، تحصلت على زوج شكار عليه ربع السوايع، وانا نستنى دوك يجي كاميو، دوك يجي كاميو الساعه الخامسه بهجة وديت، والتالي ما يلحقش. دوك الحمد لله انا على كل حال الحلم تاعي حققته، وليداتي غدوا ان شاء الله يشربوا القهوه حليب ويروحوا يقراوا، ماشي كيما اليوم والبارح ولا البارح شربوها، ما شربوهاش كاع، ما حبش يشربوا الكحله. المشكل وين رزي؟ قلنا المشكل وين؟ هام زوج شكاير دوك نص نهار وانا ندير لاشي على الحليب وشني. المشكل وين رزي؟ وين راه المشكل؟ يا اخي انا في الجزائر الجديده كلشي حسابات، كلشي تكتيك. ها فتحوا الوزنوات، تعطوهم لاكريموز، يعطوهم لاكريموز، تعطوهم لاكريموز، هم يقعدوا طول حنا نعافروا في شقبه الحليب وشني. والتالي ما يلحقش ندير لاشي، تداني والله ما يدي ما يكفيش مسكين، تلقى 24 سنه وبعد ما يلحقش. هو تصرفوا عضلاتك مع الفقراء والمساكين والضعفاء وشني. ها ولا ها كيفاه كيفاه ندير؟ وصلنا كيما قبل الحليب. ها شخص، ها شخص المشكله سيدي، ها شخص وين كانوا العلس؟ ها سيدي ما يقولكش تخدم طواوير، ما يقولكش تخدم صواريخ، يا شخص هذا مشكل تاع الحليب برك سيدي. ما لا هو حوس والوس، قال له شقمة الحليب برك سيدي. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ها رزقها تاع ها لقى العلس، خيرك زعما مخ، خير كان وارك مخ، ها كان الحل تاع الحليب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وتبقى أكبر كذبة في التاريخ، الجزائر أغنى دولة في إفريقيا. أكبر تطليعة داروها علينا ومطلعينها على العالم هي أن الجزائر أغنى دولة في إفريقيا.
والدخل السنوي ديال الجزائر يعادل الدخل السنوي في الامارات وفي قطر وفي الكويت، لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذا مظهر يؤكد بان الجزائر اغنى دوله في افريقيا؟ اكبر كذبه في التاريخ واكبر تطليعه مطلعينها على العالم. وغادي نستمروا في فضح هذه الاكذوبه هذه بان راه الجزائر اغنى دوله في افريقيا، مازال جايين حلقات كياكدوا بان هذه اكبر كذبه في التاريخ. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا عبد المجيد على انك كتساهم في نشر المبدا ديالنا الثابت ليعلم العالم مع من حشر الله في الجوار. للاسف هذه الكذبه هذه اللي طلقتيها كانوا الكراسة خاويين، وهو السؤال كيبقى مطروح، علاش ملي كان جو بايدن كانوا الكراسة عامرين، ملي طلعتي انت خواو نخليو بصبع ازرق هو اللي جاوب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف العاده فرقعوا لنا ديك لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد. وديما مغرب.